اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا بساطه سهوله مرونه. دوري في المطبخ ان انا اديك الفرصه تعملي اكلات بسيطه وسهله في متناول الجميع واقل تكلفه، ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا تعلو قمه الهرم الغذائي. معايا النهارده السبانخ، يعني حديد، يعني معادن، يعني علاج للانيميا. هنعملها يخنا النهارده باللحم الضاني. اللحم الضاني معايا دسامه متوسطه مع سبانخ مع بصله مع تومه، ولكن الفكر الطهو فيها ازاي السبانخ ما تبقاش مصيصه معايا واقدمها بشكل لطيف وجميل. معايا النهارده القرع العسلي. قرع العسلي من خير ارضنا، الناس بتحسدنا عليه، رايحين الريف المصري، جايين من الريف المصري، رايحين الصعيد المصري، جايين من الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. عايز اعمله النهارده عصيده بجوز الهند، واجمع ما بين جوز الهند والقرع العسلي مع شويه سكر او عسل، ونعمل طبق لذيذ قيمته الغذائيه عاليه جدا. لسان العصفور له نصيب معانا النهارده، هنعمله طاجن بالطماطم ويكون سبايسي شويه، لان الاولاد ساعات بيحبوا الطواجن اللطيفه اللي بتكون سبايسي. ولكن ازاي اعمل طاجن لسان عصفور بدون مكسبات طعم؟ سيبك من الحاجات اللي بتشتريها ما انتش عارفه ايه مصدرها، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره زي امهاتنا زمان واكله ام البركه كلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، والفكر الطهو هنا يعلو قمه الهرم، ولكن بقيمه غذائيه عاليه جدا وبتكلفه قليله جدا. تعالوا مع بعض على اللحمه بتاعتنا ما تستوي نشوف نعمل ازاي القرع العسلي مع جوز الهند عصيده مكوناتها لطيفه وجميله من المطبخ الشامي. قرع عسلي، ميه زهر، فانيليا، جوز الهند، سكر. كده كده القرع العسلي مش محتاج سكر، هو كده كده مسكر، خاصة بتاع خير أرضنا. رايحين على الطريق الزراعي، رايحين على الصعيد، بنشوفه طبعا عند الناس الطيبة بتبيعه على الطريق. قرع عسلي معانا، سميتة ناعمة معانا، قرع عسلي معانا، كمان جوز الهند معانا، سكر. حلو الكلام، مقادير بسيطة وسهلة، ولكن الطاجن ده هيبقى لطيف وجميل، هنشوفه مع بعض. والمقادير على الشاشة، بسيطة سهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن القيمة الغذائية عالية جدا. طاسة شديدة الحرارة فيها سمنة بلدي، والبلدي يوكل. دي سمنة بلدي اهي. حلو قوي، جميل قوي. نقلب كده، سيب السمنة تسيح كده. شوفي بقى التركية، المدرسة اللي أنا هشتغل بيها دي تعملي عصيدة بالتمر، عصيدة بالقرع العسلي. أنا هعملها دلوقتي بالقرع العسلي والقرفة، هتاخد طعم جوز الهند. هقلب كده السمنة، الله على الريحة الحلوة. أول حاجة هنزل بيها يا عم الشيف السميت الناعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. الله الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. السميد بتاع البسبوسه عارفاه، هو ده. ونقلب السميده الناعمه، الله ايه الحلاوه دي يا عم. واستنى على السميد شويه، اديله فرصه يشرب السمنه وياخد طعم السمنه. نعم، حاضر، عينيا، يلا ونقلب. ادي السميده، شمت ريحة السمنة، عايز أولع النار دي. خلي بالك التقليب مستمر مع السميد والسمنة على النار. وأنا شغال كده. أوعى تتحرق منك، خلي بالك تاخد لون منك، لا كلها تبقى لون واحد. السمنة البلدي مع السميد على النار وأنا شغال. هعمل تركاية دلوقتي هتدعيلي. إخواننا الشوام اللبنانيين والسوريين عندهم انواع الحلويات ويتميزون، خدي تحتها خطي دي، ويتميزون باستخدامهم لماء الزهر، سواء في حلاوه الجبنه، سواء في السفوف، سواء في بعض انواع الكنافه زي المبرومه وزي البلوريه وزي الفستقيه. ماء الزهر، امتى نضيف ماء الزهر؟ قال لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه، الله عليك. دي ماء زهر، شم الريحه الحلوه دي كده بقى.
على بعد الشارع اهو، يعني جوزك لو طالع باب العماره هيشم الريحه الحلوه دي كده اهو. يا ويلي يا ويلي، هو ده. تمام، دي ميه زهر نحطها على السميد كده. الله على الريحه الحلوه، الله، هو ده. بالمناسبه نفس الطريقه ممكن نعمل حلاوه الجبنه، تحمير السميد في سمنه بميه زهر، بننزل بالجبنه العكاوي المنقوعه في الماء للتخلص من الملوحه، بناخدها بنعصرها بنحطها على السميته الناعمه ونمطها وتطلع معايا حلاوه الجبنه. انا بديك فرص وانا شغال كده نتكلم في كذا حاجه. طعم الفانيليا، الله، شويه سكر ونقلب، الله على الريحه الحلوه، ريحه ميه الزهر مع الفانيليا قلبت ريحه الاستوديو، الله الله، هو ده. نعم، ده انا هوريك حاجه حلوه دلوقتي على فكره، هوريك السبانخ راحت فين دلوقتي. نقلب على نار هاديه، دي اسيبها كده، نصبر على السمنه دي لما تسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي؟ نبص على السميد الناعم، الله، معانا القرع العسلي مسلوق ومضروب في الخلاط. اوعى تغلطي يا ست الكل يا شرباطه يا امي، وتستخدمي المعلقه اللي بتقلبي بيها السبانخ تحطها في الحلو، باظت القضيه، خلي بالك، اوعي. ونقلب وتقولي نسيت. الله الله، جيب الحلاوه دي، جيب الجمال ده، جيب الدلع ده، جيب الابتكار الطهوي ده. ده قرع عسلي فوائده كتيره لا تعد ولا تحصى، حتى اللب بتاعه مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا، بيتباع بالجرام عند اخواننا بتوع المحمصات. القرع العسلي مفيد جدا، مشاكل الحموضه، مشاكل القولون، مشاكل الهضم، عناصر غذائيه كتيره. شفت القرع العسلي مع سميته، الله. الطبق ده بهديل الاطفال وكبار السن وصغار السن وكل افراد العائله، وخاصه الكبار، لانه سريع المضغ سريع الهضم، الله. ونقلب، سيبها على نار هادية، سيبها يا عم الشيف على نار هادية خالص. على النار دي كده، حلو الكلام. تعالوا نغرف مع بعض العصيدة بتاعتي، سيرفيس حلو زي ده كده، جميل، ألف هنا وشفا. ممكن نزينها بشوية لوز، يا مزاج اللوز، نزينها بشوية جوز الهند أهو، الله، ألف هنا. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ معلقتين من دولت على فكرة ممكن تحطها في كاسات وتحطها في التلاجة. جوزك قبل ما يروح على الشغل ياكل كاسة من دي، هيتنه طول النهار فاكرك ويدعي لك والله العظيم. ويقول مرات النهاردة فطرتني قرع عسلي مخليني طول النهار باور، فيها سمنة بلدي، فيها سميتة، ممكن تحط عسل خليك أنت أحسن مني، أنا حاطط سكر، أزينها بجوز الهند. مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، التكلفة المالية لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ثلاثة تعريفة يعني، شوية سبانخ، حتة لحمة ضاني، ممكن تجيبه نص كيلو ربع كيلو مفيش مشكلة. معانا عملنا يخنة السبانخ باللحم الضاني، عملنا طاجن لسان عصفور بيتكلم مصري، عملنا القرع العسلي بطريقة جديدة، عملناه طبعا عصيدة بشكل لطيف وجميل، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بنهديها للاطفال عشان داخلين على المدارس ونجهزهم ونحضرهم. ولكن الاهم من ده كله، تخش مطبخك وانت عندك طاقه ايجابيه. لما بقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي المطبخ، الكلام له معنى كبير وتفاصيل كتيره ومعنى كبير، علشان تقدر توصلي لهدفك، لاولادك واسرتك وجوزك يقول لك تسلم ايدك يا ماما. بساطه سهوله مرونه، بنتابع برنامجنا اكله امي كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.